هل أرسل المسيح إلى بني إسرائيل فقط؟ خليني أقول حتى في إنجيل متى إصحاح 10 لما بيبعت التلاميذ إلى خراف إسرائيل الضالة، لما بيكمل الإصحاح إذا بتقرأ بيتكلم إن راح يساقون أمام ملوك وولاء وأمم وفي محاكمات، يعني برضو بيشمل الأمم حتى بالحديث أيضا. لكن طبعا في العهد الجديد عشرات عشرات الآيات اللي بتتكلم عن مجيء المسيح وخلاص المسيح لكل الأمم. بنفس السياق الحديث في متى 10 موجود في متى 24 عن آخر الأيام، مكتوب ويكرز ببشارة الملكوت هذه في جميع أنحاء المسكونة شهادة لجميع الأمم ثم يأتي المنتهى. فإذا المسيح عم بكل يعني الآيات بتكمل، جاء المسيح تتميم للنبوات. في العهد الجديد جاء المسيح أحبائي مش بس لتتميم النبوات، جاء بتسلسل إنه يكون فعلا مخلص لشعبه والرسالة يستقبلها شعبه، لكن رفض الرسالة وصلت إلى كل الأمم. يعني إحنا تباركنا برفض شعبه، لكن هذا هو مخطط الله. نفس الشيء الرسول بولس كان يبتدي بالمجمع، مجمع اليهود، ولما كانوا بيرفضوا كان يروح للأمم. وقال في رسالة روميا بيتكلم لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن، لليهودي أولا لأنه مفروض تصلهم الرسالة ولليوناني أيضا، لكن الرفض هذا كان بركة لنا.